السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الحق اخوتي من تطوان. انا هو اللي كنت هضرت في الفيديوهات اللي كانوا اللي فات بالصامي، كنت هضرت في قنوات بزاف اللي كنت عاود الظروف ديالي، كنت خرجت من السجن وهذا كانوا يعاونوا الناس اللي تهضر الدرجة انا اللي طريق بورتول. ودابا وقع لي واحد المشكل، جيت نضي مالي وتعاودت شعلت العافية في الموطور، مشى الموطور كامل تما كنت هو الاخوان قدر الله ما شاء افعال مع الحرارة مع هذا، جيت نضرب نضي مالي ومشات تعات العافيه. وتما كما كتشوفوا راه عاوني غير الناس باش كانوا شويه هاد المرض هاد الموطور هذايا، عاوني غير المحسنين من طنجه ومن تطوان هذا باش كانوا شويه هاد الدرجه الثانية. وانا هذا يعني هو المصدر القوت اليومي ديالي، ما عنديش ما نجي دابا شي حاجه، كنت يعني ماشي مزيان الحمد لله، ما عرفتش شنو وقع. الحمد لله انا كنحمد الله وكنشكره وكنناشد الناس اللي كانوا عاوني داخل وخارج ارض الوطن، الناس ذوي القرب الرحيمه. الله يجزيكم بخير الاخوان، كما كتشوفوا انتم كتشوفوا كلشي على عينكم، صور له ما خايبش تشوف الله يرحم الوالدين. كاين كلشي الناس شافوا كلشي، الناس هما اللي تفاوض، الناس هما اللي كانوا تفاوض الحريق هذا. كما كانوا شي جاو الناس راه كتغمشي هذا الحي هذا كامل كان غيمشي، هذا الحي هذا كامل كان غيمشي الحمد لله. الاخوان والناس ذوي القلوب الرحيمه اللي كانوا هما اللي كانوا متكلفوا لي بهذه الدرجه الناريه، هما ما كيتشوفوني في هذا الفيديو هذايا، هما اللي كانوا مشاو لي هذه الدرجه الناريه، كانوا يعني هما اللي كانوا يعاونوني باش كنت كنخدم بها. الحمد لله كنت ماشي مزيان، ودرت دابا الحمد لله ما باقي ما قطعش الامل ديالي في الناس خوتي المغرب، الناس اللي مزيانين، الناس اللي كيحسوا بيا والناس اللي كيبغيوني. ودابا كما كتشوفوا الاخوان الله يرحمكم الوالدين، دابا تما كتشوف دابا مشى لي الموطور كامل. هذا هو راس المال ديالي اللي كنت معاش به انا. كتما كتشوفوا الاخوان الحمد لله اللي عطى الله هو هذا، ما قدرش نعبر لكم الحمد لله. اللهم انا عارف عندي الناس مزيانين، وعارف الناس مزيانين ما يخليوني شي، والحمد لله. الله يرحمكم الوالدين الاخوان، بارطاجيو هذا الفيديو هذا، بارطاجيو بزاف بزاف بزاف، رانا ربي اللي عالم عليا والحمد لله. اللهم لك انا الناس كاملين كيعرفوني هنا في الحي في العزيز، اي واحد سقسي غير على عبد الحق وسقسي على الناس وهذا يقول لك انا اي واحد فيك يعرفني، عندي العم ديالي كبير، عندي اخ ديالي مان كبير معاه، الناس كاملين كيعرفوني الحمد لله. اي واحد سقسي كاع عبد الحق يقول لك الله عمر هذا عند الظروف ديالو قاصحه، وكنت ماشي يعني الحمد لله اللهم لك الحمد كنت ماشي مزيان. دابا هذه خمس شهور باش كانوا شراوها لي، دابا الحمد لله اللهم لك الحمد لله هادشي اللي عطا الله. جيت باش ندي واحد السفره هيدا في الملاح، جيت ندي مالي كان ديماري شحال العافيه، ما عرفتش واش سخانه ولا ما عرفتش شنو وقع، فهمتوني. الحمد لله اللهم لك الحمد هادشي اللي عطا الله. وضربت 100% ماشي مصه ولا شي حاجه، تمشى الموطور كامل زعما كتشوف اخوان، مشى الموطور من قصر الميل بيت جمال.